السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤيا تبين ظهور المسيح الدجال ثم ظهور المهدي بنفس الزمان وتأييد الله للمهدي بالملائكة. أحد الأحبة قال: من رأى نفسه أنه يقاتل المسيح الدجال ثم يرى نفسه أنه يحمل طفل رضيع بين يديه ويعلم أنه المهدي المنتظر والملائكة حافين بهم، ما معناها؟ بارك الله فيكم. الرؤية كالآتي: أنه قتال مع المسيح الدجال هي مجاهدة المسلمين على الأنظمة الفاسدة والظلم الحاصل في الأرض، ثم يرى أنه يحمل طفل رضيع، يعني المهدي موجود ومولود، ويعلم أنه المهدي المنتظر، يعني الناس هسه بعلم أنه إحنا في زمن المهدي المنتظر، والملائكة حافين بهم. على الملائكة هاي أمر بأخذ الزمان من علامات الساعة الكبرى، أنه سيحصل قتال ما بين المهدي والمسيح الدجال، وبإذن الله أن الملائكة جاءته مؤيدين للمهدي، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.